اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي كابتن ناصر عباس ونشوف ما هي مفاجاه ناصر عباس اليوم. كابتن ناصر، تحياتي لك كابتن اسلام وتحياتي لكل الساده المشاهدين. طيب، ما هي مفاجاه اليوم؟ تمام، اذا كان هناك مفاجاه. احنا في قبل التحليل اتكلمنا على ان الفار، وهو المفترض ان الفار بيصحح او بيصحح الاخطاء او بيكون عامل مساعد للحكم في ان هو ينجح المباراه او تكون الاخطاء قليله. وكلمنا قلنا ان الفار مهم جدا يكون اللي موجود فيه عنده خبرات، يكون عنده الدرايه بفهم القانون، حاجات كتيره جدا جدا اتكلمنا فيها قبل الحلقه كابتن الاسلام. نيجي نروح لاهم حالات المباراه. طبعا هو في حالات كتيره ولكن احنا استخلصنا ثلاث حالات تقريبا او اربعه اللي هم يمكن هم محور الكلام كله عن الفار وعن حكم المباراه. تمام، اتفضل. خلينا نبدا بالحاله الاولى يا سمير. الحاله الاولى كابتن سمير، ونشوف الهدف الاول لسموح. كابتن سمير بس من فضلك، بس انا يعني نمره واحد، انا عاوز تمركز الحكم نمره واحد. نمره اثنين، ايوه كابتن سمير، تمركز الحكم كابتن اسلام هنا اتفضل في زاويه رؤيه واضحه جدا. ستوب، هنتكلم عن تمركز الحكم. واضح جدا جدا عنده المخالفه ومفيش حد حاجب عنه الرؤيه. نشوف مين اللي نجح في لعب الكره يا كابتن اسلام. نمشي يا سمير كده ونشوف مين اللي نجح في لعب الكره الاول. هنا ما تجيبها لنا من العاده احسن يا سمير، هات لنا من العاده يا كابتن سمير. وهنا هنا السوريه يا كابتن وصل للكره، هو هنا في تنافس نجح في نجح في لعب الكره. خلي بالك هنا لاعب تاني كان عنده فرصه لعب، ولكن اللي سبق ولعب الكره قبليه عمرو السوليه، وبالتالي هتلاحظ ان رجل الشمال يا كابتن اسلام، رجل الشمال اللاعب اللي هو سموحه المهاجم، بدل ما هيلعب الكره راح مكمل في عمرو السوليه. هنا محمد عادل ربما ما يكونش شاف المخالفه، وممكن ما يكونش شاف ان هو قريب جدا ما شافش المخالفه. اللعبه مشيت راحت رايحه هدف في مرمى النادي الاهلي. هنا الفار بيقف يقول له ديلي، مفيش ستارت، ما تستأنفش الا لما نتحقق من الحاله ونشوفها. كان يجب، بقول اهوت، كان يجب على الفار ان هو ان في هدف جه من مخالفه تسبقه مخالفه، كان يجب على الفار ان هو يتدخل في هذه الحاله، لان ده هدف انا بعتقد ان فيه مخالفه تسبق هذا الهدف، وبالتالي هنا هدف مخالفه. على مين يا كابتن؟ مخالفه على لاعب سموحه. تمام، مخالفه على سموحه. نشوف تاني يا سمير عشان الناس تبقى والناس كلها تبقى شايفه الحاله. اللي نجح في لعب الكره هو عمرو السوليه، وبالتالي هنا المخالفه، هنا الركل موجود يا كابتن، هنا الركل هنا موجود برجل الشمال في اللاعب، كان هنا على طول الحكم يصفر. هو الحكم ما خدش باله او ما صفرش. طب انت هنا فايده الفار ايه يا كابتن؟ فايده الفار ان هو قبل ما الحكم يستأنف بالهدف يراجعوا في القرار ويقول له ان كان في مخالفه تسبق الهدف، وبالتالي هنا انا شايف ان هنا الفار في هذه الحاله لم ينجح في تحقيق العداله في هذه الحاله اللي هو هدف سموحه. تمام، اذا من المفترض ان ده يتم، او بعد المفروض كانوا يرجعوا للفي ار بالظبط، وبعدها يتم الغاء هدف نادي سموحه. بالظبط كده جدا، دي الحاله الاولانيه. دي الحاله الاولانيه، اذا هدف غير صحيح، هدف غير صحيح محتسب لسموحه لان يسبقه مخالفه قبل تسجيل الهدف. تمام، خلينا نروح للحاله الثانيه. الحاله الثانيه كابتن مهمه جدا جدا، واضحه ان هي ركله جزاء مش محتاجه. يعني هقول هو يمكن بعيد سنه، انا معاك يا كابتن اسلام، ولكن في حاجه مهمه جدا جدا. اولا اللاعب داخل منطقه الجزاء واضح، هنقول ان الحكم يمكن ما قدرش يعني ايه ياخد القرار هل هي داخل او خارج. اوكي، هنا بس عنده قرار الاول ان هي فاول. ممتاز، هو هنا يعني احتسب المخالفه ان في لمسه يد احتسبها. هنا في حاجه اسمها الحقيقه المكانيه، ايه هي يا كابتن؟ التسلل يا كابتن اسلام، الحكم بيروح يشوفه التسلل. يعني التسلل مش هدف جيم، التسلل بيقول له ايه البروتوكول الفار اللي بيشوفه وبيبلغ. الحقيقه المكانيه ايه هي؟ ان كره خرجت او ما خرجتش دي بتاعه الفار، داخل منطقه الجزاء او خارج منطقه الجزاء دي بتاعه الفار. اللي حصل هنا خطا في تطبيق بروتوكول الفار، لان ايه؟ انا المفروض في الحاله دي حقيقه مكانيه، الحدث من داخل منطقه الجزاء، كان المفروض محمد عادل ايه وهو في مكانه، وهو في مكانه يتلقى في الكوميونيكيشن سيستم ان الفار يقول له ان هي من داخل منطقه الجزاء، ما كان يجب عليه ان هو يروح ويشوف. ايوه كابتن افرض كان هو شاكك. لا هو ده احتسب يا كابتن، ما احنا اتفقنا. هو حسب، ما ممكن يكون حسبها من بره. حلو، من وجهة ممتاز نظر. ممتاز، مين اللي يديك الحقيقه المكانيه؟ الفي ار هو اللي هديها لك. ايوه، ما هو انا خلاص هديها له، عايز اتاكد بنفسه. لا
الحقيقه المكانيه زي ما قلت لك التسلل لكابتن. يعني انت تقصد ان هو هنا خلاص حسب المخالفه، حسبت المخالفه والحقيقه المكانيه دي مش بتاعتي انا، لان انا عندي شك فيها، وبالتالي المفترض انا باخد القرار من الفار اني انا احسب ركله الجزاء من داخل منطقه الجزاء، وكان المفروض هو في مكانه كابتن اسلام، وهو في مكانه بيدي الاشاره اللي هي بتبقى موجوده، وبالتالي بيروح حاسب ركله الجزاء. مكان يجب على محمد عادل، لان انا شايف ان هنا في تطبيق خاطئ للبروتوكول. هنا التطبيق خاطئ، لان هو ما كانش يجب. امتى نروح للفار يا كابتن اسلام؟ لما يبقى في تقدير عندي انا لعبه مش متاكد منها بروح اشوفها، انما الحقائق المكانيه اللي هي داخل منطقه الجزاء او خارج، هنا بتاخد الاوردر من دي موجود في البروتوكول، ده في البروتوكول. وهنا تطبيق خاطئ، احنا قلنا التطبيق لابد ان احنا بننفذ تجربه او بننفذ، معلش ادينا بنعلم بالظبط كده. دي حاجه من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها، ان هنا التطبيق ما كانش صحيح في ركله الجزاء اللي تم احتسابها، وركله الجزاء كانت صحيحه. حتى لو رحنا للتنفيذ يا كابتن، هنا بنشوف ان حارس تقدم، حارس المرمى سموحه تقدم، يعني لو هنا الكره لم يسجل منها هدف كان تتعادل، ان هي تتعادل والفار كان يديله القرار. تمام. اللعبه الاخيره دي نروح بقى اللعبه الاخيره كابتن، برضو قالوا هنا طبعا واضحه ان هي ما فيهاش ركله جزاء، حاله ان هنا احنا قلنا ايه، قلنا وضع اليد، احنا بنشتغل على وضع اليد يا كابتن اسلام. وضع الايد، انا شايف ان وضع ايد هنا طبيعي جدا جدا، والكره تصطدم فين؟ ما لمستش في ايده، تصطدم في بطنه او في جسمه او في صدره، وبالتالي لا يوجد اطلاقا لركله جزاء. ايده اساسا ما لمستش الكوره بالظبط، يعني الكوره جايه هنا، هم اعترضوا طبعا على ان في مخالفه بالايد، لكن انا شايف ان هنا لا توجد مخالفه، لان هنا الكره تصطدم بالصدر او بالبطن، وبالتالي هنا يستمر اللعب، وده كان قرار صحيح من الحكم، لم يلجا الى الفار فيه، وبعد كده نهى المباراه. الخلاصه ايه يا كابتن اسلام؟ الخلاصه يا كابتن اسلام ايه هي؟ ان احنا بنتكلم في حاجه مهمه جدا. تاني، احنا قلنا في البدايه ان تقنيه الفار يجب ان تتدخل في القرارات الحاسمه الواضحه الظاهره الفائته. انا شايف ان كان يجب تدخل الفار في هدف الاول اللي هو حدث في الشوط الثاني، وبالتالي كان يجب ان احتساب مخالفه قبل تسجيل الهدف، وبالتالي هنا الفار هنا لم يتدخل. نفس الشيء في ركله الجزاء، قلنا الحقيقه المكانيه ثاني لكل الناس، البروتوكول يمنع ان الحكم يروح للفار، وبالتالي من مكانه كان يدي الاشاره اللي هي بتاعه السيجنال اللي هي احتساب ركله جزاء، ويصفر وهو في مكانه في احتساب ركله جزاء. شايف ان هنا الفار اعتقد النهارده لم يحقق العداله في هذه المباراه، وشايف ان في هدف جه، وهذا الهدف جه تسبقه مخالفه واضحه جدا جدا لعمرو السوريه اللي نجح في لعب الكوره قبل ان يسجل سموحه الهدف. طيب ايه المطلوب من الحكام خلال الفتره القادمه لتطبيق هذه التقنيه اللي بتساعد على تحقيق العداله؟ احنا قلنا في مشاكل، المفترض ان هي بتساعد، مشاكل حصلت امبارح في ماتش المقاولين والطلائع، وقلنا ان ما زال حتى الان الحكام محتاجين يتدربوا، الحكام محتاجين يفهموا القانون، الحكام محتاجه ان هي تشتغل على الفيديو تيست، تشتغل على الاوفسايد تيست، تشتغل على الاعتبارات القرار. كابتن اسلام النهارده القرار ما بيجيش فجاه، القرار له اعتبارات، واعتبارات القرار ديت المفروض الحكم يبقى عارف كويس قوي امتى احسب لمسه اليد وامتى ما احسبش لمسه اليد، امتى تتدخل بالقرار وامتى. الكلام ده كله محتاج تدريب كبير جدا جدا وكبير جدا، سواء من حكم الساحه او من حكام الفار، لان احنا بنقول يا رب عندنا تقنيه وحاجه جميله جدا، ولكن التطبيق ما زال حتى الان انا شايف التطبيق لم يرتقي للنجاح اللي احنا كنا نامله، خاصه في الحالات الواضحه اللي احنا شفناها كابتن اسلام. عموما نتمنى ان يكون التطبيق خلال الايام القادمه ان يتم التطبيق بشكل جيد يا كابتن ناصر، ونحاول على قد ما نقدر ان احنا نقول بعض الملاحظات الواضحه جدا، لان من المفترض ان تطبيق تقنيه الفي ار لتحقيق اقصى عداله ممكنه بالظبط في كره القدم بالظبط كده، فنتمنى ان ده يحصل ان شاء الله باذن الله. نتمنى ان شاء الله، وقلنا ده مش هيجي غير بالتدريب وبالجهد وبمشاهده الفيديو تيست وحاجات كتيره جدا جدا يجب على الحكام ان هي تشتغل عليها في الفتره اللي جايه. مطلوب من لجنه الحكام ان هم يكتروا شويه من التدريب بالنسبه لحكام الفي ار بالظبط. مظبوط ان شاء الله، نتمنى ان ده يحصل. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ناصر. شكرا جزيلا كابتن ناصر عباس. وبالتالي انتهى يومنا النهارده، انتهت مباراه النادي الاهلي في اول تعادل بعد 16 مباراه فوز، بيتعادل النادي الاهلي مع نادي سموحه بهدف لكل فريق في الدقائق الاخيره من ركله جزاء صحيحه 100%، والفار انصف النادي الاهلي
في اخر المباراه الحقيقه، ولكن لو على كلام الكابتن ناصر من الممكن ان تكون هناك، او من الواضح ان هناك بعض المخالفات او مخالفه واضحه اثرت على نتيجه المباراه، ولكن نتمنى ان احنا نشوف افضل من كده خلال الفتره القادمه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله هكون مع حضراتكم في ملعب الاهلي خلال الايام القادمه. اشكركم، ان شاء الله التقي مع حضراتكم قريبا.